أطلب منكم البقاء في مقاعدكم حتى نبدأ بحفل الختام، ولأن أدعو مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد كلاوس شواب. First, I would like to. أولاً أود أن أشكر كافة المتحدثين في هذه الجلسة لمشاطرتنا أفكارهم وآرائهم. نصل الآن إلى نهاية اجتماع تفاعلي وحيوي بشكل كبير، وأود أولاً أن أشكر جلالة الملك وحكومة الأردن والشعب الأردن وقوات الأمن على حسن الضيافة التي شهدناها وخبرناها هنا في هذا البلد. أرجو منكم أن تصفقوا معي تعبيراً عن شكركم لهم جميعاً. أود أيضاً أن أشكر الشخص المسؤول حقيقة عن عقد هذا الاجتماع ميراك توسك، وأطلب منه أن ينضم إلينا على هذه المنصة ليعطينا استخلاصات هذا الاجتماع. شكرا لك بروفيسور شواب. السيدات والسادة، بعد 3 أيام من الحوارات الخاصة والعامة والجلسات وورشات العمل، نعود لنجتمع هنا في هذه القاعة لنسأل سؤالين رئيسيين: ما الذي تعلمناه خلال هذه الأيام الثلاثة؟ والأهم من ذلك، ما هي الأفكار الرئيسية التي سنحملها معنا للمستقبل؟ لقد اجتمعنا على خلفية تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية شهدتها هذه المنطقة عبر السنوات الأربع الماضية، وفي خضم هذه التحولات الجوهرية المجتمعات المختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستمر في البحث عن أسئلة إجابات للأسئلة المطروحة عليها، وبشكل خاص مطالب الشباب والنساء والمجتمعات العيش بكرامة. نحن نسعى لخلق إطار للازدهار والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. قمنا بذلك لأن التعاون بين كافة الأطراف ذات المصلحة في المجتمع هو أمر ضروري وواجب علينا إذا كنا نطور استجابات فعالة للتحديات التي نواجهها، وبشكل خاص التهديدات الناجمة عن التطرف والأصولية والتطرف العنيف. هذه هي الرسالة التي ركز عليها البروفيسور شواب، وهي تقع في صلب عمل منتدى الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه في عام 1971. التفاهم كان جزءاً أساسياً من هذا الاجتماع والتوصل إلى تفاهم، ولم نقم بذلك من خلال تطوير برنامج خاص فحسب، بل أيضاً من خلال معالجة الأسباب المختلفة التي تشكل الدوافع لهذا الأمر، مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب ودور الإعلام الاجتماعي والكارثة التي أو المأساة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون. نحن فخورون بالالتزام التام منكم، من قادة مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والحكومات ووسائل الإعلام، لاستئصال التطرف والأصولية من هذه البلد. هناك جوانب أخرى أيضا من عملنا، فالالتزامات التي تم التعبير عنها خلال هذه الأيام خير دليل على ذلك. المنتدى رجال الأعمال هو مجموعة من أهم رجال الأعمال في المجتمع العربي، وضعوا رؤية جديدة لخلق فرص عمل، والتزموا بخلق 100,000 فرصة عمل بحلول عام 2017. وفي هذا الخصوص 9 من شركائنا الاستراتيجيين الإقليميين تعهدوا بوضع مبادرات لتطوير المهارات وتعزيز الريادة وربط المهارات بالأسواق للوصول إلى حوالي 50% من الأهداف.
قادة الأعمال من إسرائيل وفلسطين أيضا اجتمعوا هنا والتزموا بمتابعة جهودهم نحو حل الدولتين من خلال طرح مبادرات يقودها المجتمع المدني لحل الأزمة بالرغم من الطريق المسدود التي وصلت إليه على المستوى السياسي. هذه مسألة ضرورية بالنسبة لنا، لا يستطيع أحد أن يبقى على الهامش ولا يستطيع أحد أن يبقى بعيدا. كذلك ركزنا على ضرورة البنية التحتية والتطوير والتنمية للوصول إلى الاتساق الاقتصادي لخلق فرص عمل للشباب. في سوريا وعراق وليبيا واليمن، القادة الموجودون معنا هنا في البحر الميت أكدوا على التزامهم ومسؤوليتهم بمعالجة الوضع الخطير هناك على مستوى الأمن الوطني في كل من هذه البلدان والأمن الإنساني أيضا للمواطنين. أخيرا وليس آخرا، وصلنا إلى استنتاج مشترك بأنه بالرغم من التحديات الهائلة التي تواجه هذه المنطقة، هناك زخم كبير على المستوى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العديد من البلدان بما يشمل الأردن. وفي هذا السياق نحن نشعر بالفخر بأن جلالة الملك عبد الله الثاني قد اغتنم فرصة هذه القمة للإعلان عن مشاريع كبرى تشكل فرصة لمزيد من النمو والتنمية للشعب الأردني وتسلط الضوء على الموقع الخاص للأردن الذي تحمله الأردن في هذا المنطقة وفي العالم. السيدات والسادة، خلال السنوات المقبلة سيستمر المنتدى الاقتصادي العالمي بالعمل بسرعة من أجل تحريك هذه المبادرات قدما، ونأمل مشاركتكم جميعا. أشكركم على مساهماتكم وشكرا لك بروفيسور شواب. شكرا جزيلا ماريك توسك. الآن يقع على عاتقي أن أشكركم، أشكر رئيس الوزراء، أشكر المشاركين. أتطلع بشوق لرؤيتكم جميعا في أيار 2016 في شرم الشيخ إن شاء الله. وهذا الاجتماع 2015 كان ناجحا، وبهذا أعلن اختتام أعمالنا. أشكركم على مساهمتكم، ولكن لدي ملاحظة شخصية علي أن أقولها في النهاية. كان هناك دعوة لوجود أشخاص قدوة أبطال. بالطبع لا نستطيع كلنا أن نكون أبطال، ولكن ما نستطيع أن نقوم به هو أن نحسن من حكوماتنا. أعتقد أننا إذا نظرنا إلى جذور المشكلة فإن من جذور المشكلة هو غياب الثقة، غياب الثقة في المجتمع السياسي والمنظومة السياسية ومنظومة الأعمال. لماذا؟ لأننا لا نمارس أفضل سبل الحوكمة ولا نتحمل المسؤولية عن الممارسات الفضلة. إذن اذهبوا في طريقكم وسنرى بعد سنة كيف قمتم في حياتكم اليومية باستخدام الأفكار التي طرحت هنا، وكيف قام كل واحد منكم بتطبيق هذه الأفكار في منظمته إن كانت حكومية أو من قطاع الأعمال أفضل الممارسات. وبهذا نستطيع أن نحقق تقدما حقيقيا. شكرا جزيلا.